هذا وتدرك مملكة البحرين أهمية الذكاء الصناعي في تبسيط العمليات وتزويد صناع القرار في الشركات في جميع القطاعات بالمعلومات اللازمة، فقد خطط المملكة خطوات متسارعة نحو دراسة الذكاء الصناعي وتطبيقه في مختلف المجالات. وفي هذا الصدد شاركت العديد من الجهات الحكومية والخاصة في قمة البحرين للمدن الذكية 2023 لوضع حلول ذكية ومستدامة لمدن اليوم والمستقبل. يعد الذكاء الاصطناعي اليوم طريقة لتحسين وتطوير طرق الحياة للبشر، وهو كذلك بالنسبة للمدن الذكية من خلال الحصول السريع على كميات ضخمة من البيانات وتحليلها بسرعة فائقة لاتخاذ قرارات أكثر استنارة بهدف تحسين طرق الحياة لسكان هذه المدن في شتى المجالات. في وقت الحاضر لا توجد مدن ذكية بدون الذكاء الاصطناعي وتقنيات الحديثة، وهم أسس البنية التحتية والمدن الذكية. من أهميتهم في تحول جذري بالنسبة للمراقبة في المدن إلى قرارات ذاتية، إلى التنبؤ بالأحداث والتحولات اللي ممكن تعمل في المدن. اليوم البشر مو قادرين على التكيف مع التحولات الجذرية والكثافة السكانية في العالم، لذلك نحتاج إلى حلول وتحولات الرقمية الذكية في هالمجال. فاليوم الذكاء الاصطناعي بيبتدي يأثر في حياة كل إنسان، خصوصا في موضوع المدن الذكية. فهني نشوف أن الثورة بتصير في المستقبل في تصميم المدن، بحيث أنها هي تقدر تصلح نفسها بنفسها. فالتكنولوجيا هاي بتفيد البشر، بتفيد البلد، وبيكون لها جانب جدا إيجابي في حياة الأشخاص. مملكة البحرين حققت خطوات أولية نحو تبني مفهوم المدينة الذكية كجزء من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتماشي مع خطط التنمية الحكومية، إذ تهدف المملكة اليوم إلى تحويل المشهد الحضري إلى بيئة معيشية أكثر ذكاء واستدامة وكفاءة لمواطنيها. ديار محركة أكبر مشروع عقاري في البحرين، دائما تطمح أنها تكون سباقة في بعض الأمور، خصوصا في موضوع استخدام إنترنت الأشياء، المدن الذكية، الاستدامة في موضوع البيئة، والاستدامة في موضوع الاستدامة الاجتماعية أيضا. فكل هذه الأمور بالنسبة لنا مهمة. احنا دائما نشوف الفرص اللي موجودة في العالم وآخر التقنيات اللي وصلت للمشاريع المختلفة في العالم، ونحاول ان نطبقها بما يتناسب مع ثقافتنا والجو الاستثماري الموجود في البحرين والعرض والطلب. التطورات الأخيرة في تكنولوجيا إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي ساعدت على التحول نحو المدن الذكية، فقد أصبح الذكاء الاصطناعي جزءا من الحياة اليومية للبشر من خلال توفير بيئة رقمية صديقة للبيئة ومحفزة للتعلم والإبداع، تسهم في توفير بيئة مستدامة. تطوير المدن الذكية وتدشينها على أرض الواقع نحو مستقبل أكثر ذكاء واستدامة، هذا ما تسعى له مملكة البحرين لتصبح اليوم مثالا يحتذى به في تطوير هذه المدن من خلال بناء بيئة حضرية شاملة تلبي مختلف الاحتياجات المتنوعة للمواطنين والمقيمين. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.